فيش اي تعمد للاصابه. عموما على اي حال من الاحوال سلامات للعيب التونسي، ان شاء الله يقوموا بخير. وهنشوف قرار الحكام هنا ايه بالظبط. جمهور النادي الاهلي بيشجع بمنتهى الحراره، ادي الاستاذ حسن حمدي والكابتن خطيب والمهندس هشام سعيد رئيس النادي الاهلي، نائب رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين طبعا.